غالبا وليس دائما الحياة على السوشيال ميديا هيك، بس الواقع ممكن يكون مختلف تماما، ممكن يكون هيك. الموضوع ما فينا نختزله بكلمة تصنع أو تمثيل، لأنه لو كل الناس حطت واقع على السوشيال ميديا كنا شفنا بلاوي نحن في غنى عنها. ولأنه في ناس بتحب تعطي طاقة إيجابية للعالم حتى لو هي مدمرة من جوا. لا تحكموا على شخص من اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا، لأنكم الغالب بتشوفوا وجه واحد للحقيقة فقط. الحقيقة اللي ما ممكن نعرفها لأي إنسان إلا بعد معارفة وتجارب وخلافات وعواصف حتى نكتشف المعدن الحقيقي لهالإنسان. طالما الناس معادن فهناك الذهب والألماس، وهناك الناس التنك والمصدية من جوا بس عم تلمع من برا.